يا ماء زمزم هل ستغسل عاصيا، هل ستغسل عاصيا بالأمس عاش على الخطيئة وامترى، واليوم قد جاء الكريم بذنبه يرجو من الرحمن عفوا ظاهرا، وأنخت رحلي عند أحجار الصفا، والرحل فيه من المعاصي ما ترى، وهناك ألقيت الذنوب، وهناك ألقيت الذنوب، وهناك ألقيت الذنوب على الحصى، فإذا ذنوبي تعتليه وأكثر، فسعيت نحو المرو أبكي حالتي، والكل يسعى ضاحكا مستبشرا، ورملت في بطن المسيل تأسيا، ودعوت من جعل الكتاب بصائرا، فقضيت سبعا والرجاء بخالقي أن يستر الذنب العظيم ويغفر.